في فترة شتوية 2015 قضيت لحالي عن داعش. ما بعرف يمكن تقول عني عم بالغ، بس إذا بقول لك الزنزانة بالجوية المنفردة أرحم علي من القعدة عن داعش. بدأت بعملي بالمركز المدني للتواصل والخدمات من فترة شي 3 شهور. حبيت الفكرة، حبيت الفريق، اشتغل بالتدريس مع انه ما انه مهنتي وما انه اختصاصي، بس لحتى ازرع فكر عند الطفل الولد الشاب الصغير اللي هو امل المستقبل، رح يكون بكره شاب، ازرع عنده فكر انه اختك وامك هن ما بيقولوا شي عنك.